السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله في السلايد دي هنتكلم عن الفصل الخامس في مادة صيانة، وهو اللي بيتكلم على ذاكرة الحاسب او الميموري. اول حاجة لازم اعرف يعني ايه ذاكرة الحاسب الكمبيوتر ميموري، اللي هي بطاقة مكونة من خلايا تخزن بداخلها المعلومات التي تعرض على شاشة الحاسب. يبقى اي حاجة المستخدم بيتعامل معاها بتكون مخزنة في ذاكرة الحاسب. ممكن اعرفها اقول ان هي المواد غير المحفوظة في الكورس الصلب، يبقى اي حاجة انا شغال عليها لسه ما حفظتهاش هتتخزن تلقائي في ذاكرة الحاسب لحد ما انا اخزنها في الكورس الصلب. بعد كده هنتكلم عن انواع الذاكرة. عندي نوعين اساسيين، اول نوع عندي الذاكرة روم، وهي اختصار لريد اونلي ميموري، اي ذاكرة القراءة فقط. الذاكرة دي ليها مميزات بتميزها عن الذاكرة التانية اللي هنتكلم عنها في السلايدز اللي جاية. عايزين نعرف مع بعض ايه هي مميزات الذاكرة روم. اول حاجة عايز اعرفها ان محتوياتها بتكون مكتوبة بواسطة الشركة المصنعة لجهاز الكمبيوتر، يعني لما تشتري جهاز جديد هيكون عندك محتويات معينة زي مواصفات الجهاز. مواصفات الجهاز دي موجودة او بتخزن في الذاكرة روم. طيب هل انا اقدر ان انا اعدل في المواصفات دي او ان انا امسحها؟ فقال لي لا. يبقى تاني ميزة عندي ان بياناتها ما اقدرش انا كمستخدم ان انا اعدل فيها او ان انا امسحها. طيب تالت حاجة ان انا بستخدمها عشان احفظ البرامج الاساسية اللي اقدر من خلالها اشغل جهاز الكمبيوتر، يعني معنى كده ان اي برنامج انا بستخدمه عشان اقدر اشتغل على الكمبيوتر او مهم جدا ان الكمبيوتر يشتغل بخزن البرنامج ده في ذاكرة روم. طيب ليه بخزنه في ذاكرة روم؟ لان ان هي ذاكرة ثابتة، معنى كده ان البرنامج ده لو انا خزنته في الذاكرة الثابتة لو النور قطع او الكمبيوتر فصل فجأة وانا شغال على البرنامج ده، هل ان انا هلاقيه اتحذف؟ لا، هلاقي البرنامج موجود على مخزن، مش هيتم حذفه نهائي سواء النور قطع او الكمبيوتر قفل لوحده. يبقى دي مواصفات الذاكرة روم. قلنا ان من مميزات الذاكرة الروم اللي انا بستخدمها عشان احفظ البرامج الاساسية لتشغيل جهاز الحاسب. طيب انا عندي اربع برامج انا بخزنهم جوه الروم. عندي البرنامج الاولاني برنامج البايوس. كلمة بايوس دي اختصار لـ Basic Input او Output System، هي عبارة عن مجموعة من المشغلات درايفرز تم تصميمها لتشغيل مكونات النظام الاساسية اثناء تحميل نظام التشغيل. تاني برنامج عندي برنامج البوست. بوست اختصار لـ Power on Self Test، هي عبارة عن مجموعة من الاختبارات للتأكد من أن وحدات النظام تعمل جيدا وبشكل متوافق مع بعضها. تالت برنامج اللي هو اسمه Setup، هو تطبيق يمكننا من خلاله ضبط إعدادات النظام. رابع برنامج اللي هو Bootstrap Loader، هو عبارة عن تطبيق يقوم بفحص الأقراص المرنة والصلبة بحثا عن نظام التشغيل ليتم تحميله. بعد كده هنتكلم على أنواع الذاكرة روم. هل الذاكرة روم ليها أنواع؟ أيوة، ليها ثلاث أنواع أو ثلاث أقسام. طيب أول نوع عندي أو أول قسم عندي اللي هي ذاكرة البي روم، تعني Programmable Room. يعني ايه الذاكرة بي روم؟ قال لي ان هي جزء او قطعة من الذاكرة لما باجي ابرمجها ببرمجها مرة واحدة بس. معنى كده ان اي معلومات عليها انا ما اقدرش ان انا امسحها او ان انا اغيرها او ابدلها. طيب تاني نوع اللي هو النوع الاي بي روم، اللي هي اختصار لـ Erasable بي روم او Erasable Programmable روم. طيب قال لي ان الذاكرة دي هي نفس الذاكرة اللي فاتت، ولكن انا في الذاكرة دي اقدر ان انا امسح المعلومات اللي موجود عليها بس لازم استخدم اشعة فوق بنفسجية. طيب الاشعة دي بستخدمها ازاي؟ اللي انا بوجه الشعاع او الاشعة دي في مكان خاص موجود على الذاكرة او في مجاس خاص موجود على الذاكرة لفترة معينة من الوقت. طيب الفترة دي هتؤدي الى ايه؟
ان انا همسح كل المعلومات، وبالتالي اقدر ان انا اعمل اعادة برمجة للذاكرة مرة اخرى بمعلومات تانية. يبقى الفرق بين البي روم والاي بي روم ان انا الاي بي روم اقدر ان انا امسح المعلومات اللي عليها واعيد برمجتها مرة اخرى، انما البي روم هي بتبرمج مرة واحدة فقط. طيب تالت نوع عندي اللي هو الاي اي بي روم اللي هي الكتريكالي ريزابل بي روم. بيقول ان الذاكرة دي بتستخدم في اغلب اللوحات الام الحديثة عشان احفظ برنامج البايوس اللي احنا اتكلمنا عنه في الجزء اللي قبل كده. طيب النوع ده من الذاكرة ممكن ان انا امسح المعلومات اللي موجودة عليه واعيد برمجتها باستخدام برامج خاصة. طيب البرامج دي بيتم تنزيلها عشان امسح البرنامج وملف للتحديث من موقع الشركة المصنعة على النت لرفع كفاءة اللوحة الام. طيب بيقول لك اذا رأيت كلمة فلاش بايوس من ضمن مواصفات اللوحة الام فهذا يعني انها تستخدم هذا النوع من الذاكرة. تاني نوع هنتكلم عنه هي ذاكرة رام. رام اختصار لـ Random Access Memory. هنتكلم مع بعض يعني ايه ذاكرة رام او ايه هي مواصفاتها. Random Access Memory معناها ذاكرة المتطيرة او المؤقتة. طيب يعني ايه ذاكرة متطيرة او مؤقتة؟ يعني معنى كده ان عند انقطاع التيار الكهربي او لو قفلت الجهاز بدون ما احفظ الشغل اللي انا كنت بشتغل عليه، معنى كده ان انا لو جيت افتح الكمبيوتر مرة تانية مش هلاقيه. فعشان كده بنقول ان يتم فقد محتوياتها عند انقطاع التيار الكهربي او اغلاق جهاز الحاسب. كمان بيقول ان هي ذاكرة للقراءة والكتابة. يعني ايه ذاكرة للقراءة والكتابة؟ يعني اقدر اقرأ اللي عليها، اقدر اعدل في محتوياتها، اقدر امسح، اقدر اضيف. اما الذاكرة روم طبعا ما اقدرش ان انا اعدل في محتوياتها، فبالتالي الذاكرة رام عكس الذاكرة روم. بعد كده بيقول ان بيتم تحميل التطبيقات والملفات اليها عند العمل بجهاز الحاسب. زي ما احنا شايفين مع بعض الصورة اللي في النص او الجزء اللي في النص دي الذاكرة رام، دي شكلها. بعد كده بيقولي ان هي بتستخدم في بيخزن عليها ابلكيشن، بتستخدم في تخزين الاوبريتنج سيستم، في العمليات الحساب، عمليات المعالجة، العمليات الحسابية. فهي بيقول لك ان هي ذاكرة العمل الاساسية لجهاز الحاسب، يعني هي اللي بتبقى مسؤولة عن الاعمال اللي المستخدم بيعملها في جهاز الحاسب. كمان ان هي ذاكرة مؤقتة او متطيرة، معنى كده ان لو عند انقطاع التيار الكهربي او لو الكمبيوتر فصل فجأة، فبالتالي اي بيانات تكون موجودة عليها بنفقدها، عشان كده بتسمى بالذاكرة المؤقتة او الذاكرة المتطيرة. كمان لو جينا نتكلم على الذاكرة الرام، هنقول ان هي مكان موجود في الكمبيوتر بيتم الاحتفاظ به، نظام التشغيل به، البرامج الطبية، بالبيانات اللي مستخدمة حاليا عشان يتم الرجوع اليها بسرعة باستخدام او بواسطة المعالج الكمبيوتر اللي هو البروسيسور. كمان ممكن نقول ان الرام هي اسرع في القراءة والكتابة من اي نوع تاني من انواع التخزين زي الهارد ديسك، زي الفلوبي ديسك، زي السي دي روم. كمان طول ما البرنامج الكمبيوتر بتاعك شغال كل ما كان الداتا موجودة على ذاكرة الرام. لكن لما هتقفل الكمبيوتر بتاعك فبالتالي الرام هتفقد البيانات بتاعتها. طيب لما تيجي تفتح تاني الكمبيوتر بعد ما قفلته، فبالتالي ان نظام التشغيل والملفات بتاعتك هتتحمل على الرام من القرص الصلب الموجود في الكمبيوتر. يتوقف حجم ذاكرة الجهاز على عدد البرامج التي يمكن تشغيلها على الجهاز في نفس الوقت.
يعني كل ما كان ذاكرة الجهاز كبيرة، كل ما كان احنا نقدر نشتغل على اكتر من برنامج في نفس الوقت بدون ما نحس ان الكمبيوتر بتاعنا تقيل او بدأ يهنج. فبالتالي ان اعرف منين ان حجم ذاكرة الجهاز كويس لو انا قدرت اشتغل على اكبر عدد من البرامج في نفس الوقت. ميموري كنترولر وباس سايكل. اول حاجة يعني ايه ميموري كنترولر؟ قال ان الميموري كنترولر دي مكانها موجود في او ما بين ذاكرة الرام والسي بي يو. طيب وحدة تحكم الذاكرة دي بتعمل ايه؟ اول حاجة بتعالج حركة البيانات من والى وحدة المعالجة المركزية وبنوك ذاكرة النظام. يبقى اول حاجة معالجة حركة البيانات. طيب تاني حاجة هي المسؤولة عن سلامة البيانات عند تبديلها او اخراجها. يبقى تاني حاجة سلامة البيانات المتبادلة. بيقول ان الدائرة دي موجودة في او داخل الشريحة اللي هي الجسر الشمالي. دورة الناقل او الباس سايكل بيقول ان هي او مفهومها هي كل معاملة بين وحدة المعالجة المركزية والذاكرة، اي هي كل عملية او اجراء. زي ما قسمنا ذاكرة روم الى عدة انواع، كمان قال لي ان ذاكرة رام بتنقسم الى عدة انواع. الشكل اللي قدامنا بيوضح ايه هي انواع الذاكرة رام. عندي شادو رام، الفيديو رام، الويندو رام، الدي رام، الاس رام، والسموث رام. طبعا دي انواع ذاكرة رام بشكل عام. هناخد كل ذاكرة ونتكلم عنها في الجزء اللي جاي. زي ما احنا شايفين مع بعض الصورة اللي في النص او الجزء اللي في النص دي ذاكرة رام، دي شكلها. بعد كده بيقولي ان هي بتستخدم في بيخزن عليها ابلكيشن، بتستخدم في تخزين الاوبريتنج سيستم، في العمليات الحساب، عمليات المعالجة، العمليات الحسابية. فهي بيقول لك ان هي ذاكرة العمل الاساسية لجهاز الحاسب، يعني هي اللي بتبقى مسؤولة عن الاعمال اللي المستخدم بيعملها في جهاز الحاسب. كمان ان هي ذاكرة مؤقتة او متطيرة. معنى كده ان لو عند انقطاع التيار الكهربي او لو الكمبيوتر فصل فجأة، فبالتالي اي بيانات تكون موجودة عليها بنفقدها، عشان كده بتسمى بالذاكرة المؤقتة او الذاكرة المتطيرة. هنتكلم عن تاني نوع من انواع الذاكرة رام، وهي الذاكرة سموس رام. كلمة سموس دي اختصار لي كومبلمنتري ميتال اوكسايد سيمي كوندكتور. طيب تعال نشوف مع بعض يعني ايه الذاكرة سموس رام. هي عبارة عن مكان خاص يستخدم لحفظ البيانات الخاصة باعدادات الجهاز. طيب ايه هي اعدادات الجهاز؟ اول حاجة وجود او عدم وجود محرك اكراس مرنة اللي هو الفلوبي درايف في الجهاز. انا عايز هشوف في موجود او مش موجود فلوبي درايف في الجهاز. تاني حاجة هعرف حجم الذاكرة اللي انا ثبتها في جهاز الكمبيوتر. تالت حاجة الوقت والتاريخ الخاص بالجهاز، عدد الاقراص الصلبة التي تم تثبيتها في الجهاز وحجم كل منها. كمان ايه هي كلمة السر اللازمة لفتح الجهاز والاخرى اللازمة لفتح النظام. في الصورة دي بيوضح لك هي ذاكرة السموث رام. موجود عندنا اعدادات الكمبيوتر زي التاريخ والوقت والحجم الذاكرة. عندنا موجود زي الديت والتايم والتوتال ميموري والدرايف اللي هي في موجود محركات اقراص مرنة ولا مش موجود. كمان في معلومة مهمة جدا بيقول ان
الاعدادات دي ما ينفعش ان انا اخزنها في الذاكره روم، لان انا لو خزنتها في الذاكره روم بالطبع المستخدم مش هيقدر ان هو يغير في الاعدادات دي. زي مثلا لو انا خزنت التاريخ اعدادات الوقت والتاريخ في الذاكره روم، فبالتالي مش هقدر اغير الوقت ولا التاريخ. عشان كده انا بخزنها في الذاكره اللي بتسمى اسموس رام. ميموري كنترولر وباس سايكل. اول حاجه يعني ايه ميموري كنترولر؟ قال ان الميموري كنترولر دي مكانها موجود في او ما بين ذاكره الرام والسي بي يو. طيب وحده تحكم الذاكره دي بتعمل ايه؟ اول حاجه بتعالج حركه. تالت نوع من انواع الذاكره رام، الذاكره دي رام اللي هي دايناميك رام. اول حاجة عايزين نعرفها ان هي عكس الذاكرة اس رام اللي هي ستاتيك رام، يعني لا تستطيع الاحتفاظ بالمعلومات لفترة طويلة، وبالتالي فهي بتحتاج لعمل ريفرش او تنشيط لمحتوياتها باستمرار حتى لا يتم حذفها. تاني حاجة قراءة البيانات الموجودة داخل وحدات الذاكرة ثم اعادة كتابتها. كمان بيقول ان لازم نعرف ان الذاكرة دي رام ارخص من الذاكره اس رام، عشان كده بتستخدم بكثره كذاكره رئيسيه لجهاز الحاسب. هنكمل مع بعض وصف او شرح الذاكره دي رام. قال ان هي سنجل بورتد، اقدر ان انا اقرا واكتب منها ولكن ليس في نفس الوقت. كمان في ملحوظه بتقول ان سرعه الذاكره بتقاس بناء على الوقت الذي تستغرقه وحده المعالجه في الدخول الى البيانات. طيب كان سرعة الأنواع القديمة من الذاكرة كانت بتقاس بوحدة النانو سكند اللي هي اختصارها NS. طيب كانت سرعة الأنواع القديمة من الذاكرة بتتراوح ما بين 60 إلى 80 NS، ولكن أصبحت تقاس سرعة الذاكرة في الوقت الحالي بوحدة القياس اللي هي الميجا هرتز. كمان في ملحوظة مهمة جدا بيقول ان يجب ان تتوافق سرعة الذاكرة مع سرعة اللوحة الام حتى تعمل الذاكرة بكفاءة مع مكونات الجهاز. رابع نوع من انواع الذاكرة رام اللي هي الشادو رام. اللي تعرفها هي عبارة عن جزء خاص من الذاكرة يتم نسخ محتويات الذاكرة الدائمة اللي هي روم اليها. طيب ليه انا بنسخ محتويات الذاكره روم في الجزء اللي هو في جزء الشادو روم؟ قال ان لما هنسخها فبالتالي المعالج هيقدر يتعامل مع المحتويات دي بطريقه اسرع. طيب ليه برضو بنسخها في الشادو رام؟ قال لان الذاكره رام بتكون اسرع بكثير من الذاكره روم. خامس نوع من انواع الذاكره رام وهي الذاكره فيديو رام اللي هي اختصارها في رام. بيقول يوجد على كرت الشاشه ذاكره واحيانا معالج خاص بها لمعالجه بعض بيانات العرض على الشاشه، وذلك بدلا من ترك جميع عمليات المعالجه على المعالج الاساسي. كمان بتعمل على حفظ قيم النقاط الضوئيه على الشاشه لعمل ريفرش بشكل سريع، اقدر اقرا منها واكتب فيها في نفس الوقت. ميموري كنترولر وباس سايكل. اول حاجه يعني ايه ميموري كنترولر؟ قال ان الميموري كنترولر دي مكانها موجود في او ما بين ذاكره الرام والسي بي يو. طيب وحده تحكم الذاكره دي بتعمل ايه؟ اول حاجه بتعالج حركه البيانات من والى وحده المعالجه المركزيه وبنوك ذاكره النظام. يبقى اول حاجه معالجه حركه البيانات. طيب تاني حاجه هي المسؤوله عن سلامه البيانات عند تبديلها او اخراجها. يبقى تاني حاجه سلامه البيانات المتبادله. بيقول ان الدائره دي موجوده. تالت نوع من انواع الذاكره رام، الذاكره دي رام اللي هي دايناميك رام. اول حاجه عايزين نعرفها ان هي عكس الذاكره اس رام اللي هي ستاتيك رام،
يعني لا تستطيع الاحتفاظ بالمعلومات لفترة طويلة، وبالتالي فهي بتحتاج لعمل ريفرش أو تنشيط لمحتوياتها باستمرار حتى لا يتم حذفها. تاني حاجة، قراءة البيانات الموجودة داخل وحدات الذاكرة ثم إعادة كتابتها. كمان بيقول إن لازم نعرف إن الذاكرة دي رام أرخص من الذاكرة السرام، عشان كده بتستخدم بكثرة كذاكرة رئيسية لجهاز الحاسب. هنتكلم دلوقتي مع بعض عن انواع الذاكرة دي رام، وهي ليها انواع عديدة. اول نوع عندي اللي هي الاف بي مود دي رام. اف بي مود دي اختصار لفاست بيج مود. طيب، اول حاجة عايزين نعرفها عن الاف بي دي رام ان هي اول حاجة ان هذا النوع بيقوم بتحسين اداء الذاكرة القياسية عن طريق عدم طلب عنوان او رقم الصف لكل طلب قراءة للبيانات يتم للذاكرة. يبقى هي بتحسن اداء الذاكرة القياسية لان هي ما بتطلبش عنوان او رقم الصف. طيب، تاني حاجة ان انا لو استخدمت هذا النوع يتم طلب البيانات بشكل اسرع من الذاكرة القياسية. يبقى انا لو استخدمت هذا النوع فبالتالي لما انا اجي اطلب بيانات من الذاكرة القياسية هيتم الطلب بشكل اسرع. طيب، بيقول ان كمان ان الذاكرة دي هي من نوع من الانواع القديمة من هذه الذاكرة. كانت اجهزة الحاسب بتعمل بمعالجات 286 او 386، كانت هذه الذاكرة تستخدم. طيب، في الاول كانت بتعمل بسرعة تعادل 120 نانو ثانية، اي ان المعالج بيحتاج ان هو ينتظر كل المدة دي اللي هي 21 نانو ثانية عشان يقدر يوصل الى الذاكرة ويسترجع او يعمل ايداع للمعلومة. بعد كده بدأ يحسنه من سرعتها حتى وصلت الى 60 نانو ثانية، ولكن هذه السرعة ما تزال بطيئة. تاني نوع من انواع الذاكرة دي رام اللي هي ايدو دي رام. ايدو هي اختصار ل الاي اختصار ل اكستندد، الدي داتا، الاو اوتبوت، اكستندد داتا اوتبوت. اول حاجة عايزين نعرفها ان النوع ده من انواع الذاكرة اسرع من الاف بي الاف بي ام بمعدل الضعف. يعني نقدر نقول كمان ان هي اسرع بحوالي من 10 إلى 15% من ال FPM. تاني حاجة ان من مشكلة الذاكرة دي او من عيوبها ان هي لا تستطيع العمل على سرعات تردد اكثر من 66 ميجا هرتز. طيب، النوع ده من الذاكرة يمكن الميموري كنترول قراءة البيانات في احد بلوكات الذاكرة بينما يقوم بقراءة الامر التالي. يعني الميموري كنترولر ما بيضطرش ان هو ينتظر الامر التالي بعد الانتهاء من قراءة البيانات الخاصة بالامر الاول، اي اكثر من طلب ممكن ان يتم في نفس الوقت. وبالتالي فان الذاكرة اف بي ام تختلف تماما عن الذاكرة اي دي او. تالت نوع من انواع الذاكرة دي رام اللي هي الذاكرة بي اي دي او دي رام، بيدو دي رام. طيب، بيدو دي اختصار لايه؟ بيرست اكستندد داتا اوتبوت.
كانت محاولة لتسريع عمل الذاكرة ايدو دي رام. الفكرة من تقنية البارست هي ان انا ارسل المعلومات الى الذاكرة بشكل دفعات. طيب، اول دفعة من المعلومة هتكون بتحتوي على عناوين، المعلومات اللي بتتبعها، فبالتالي ان باقي المعلومة هيكون التعامل معاه بشكل اسرع حيث انه تم التجهيز لاستقبالها. طيب، بيقولك ان برغم نجاح التقنية في تسريع سرعة الوصول الى الذاكرة لما يقارب 10 نانو ثانية، الا ان عدم قدرتها على العمل بسرعة تردد اعلى من 66 ميجا هرتز ادى الى ان تكون غير مفيدة او غير مجدية. وبالتالي نقدر نقول ان الثلاث انواع من انواع الذاكرة اللي اخدناهم اللي هو FPM، EDO، PEDO لم تعد مستخدمة في الوقت الحالي. الذاكرة SDRAM اللي هي Synchronous DRAM، اول حاجة بيعمل بسرعة او بتعمل بسرعة تردد الباص الخاص باللوحة الام. تاني حاجة يتم عمل تحديث اللي هو ريفريش للبيانات بنفس سرعة النظام. تالت حاجة يتم قراءة واستعادة البيانات من الذاكرة بنفس السرعة. طيب، في كمان معلومة عايزين نتكلم عنها اللي هي ايه؟ اقصى حجم من المعلومات يمكن نقلها ما بين الذاكرة والمعالج هي 800 ميجا بايت في الثانية اذا كان سرعة تردد النقل الامامي 100 ميجا هرتز. طيب، و1050 ميجا بايت اذا كانت سرعة النقل تردد النقل الامامي تساوي 133 ميجا هرتز. في الصورة اللي قدامنا بتوضح انه يجب تركيب شريحة الذاكرة بنفس سرعة النقل الموجود في اللوحة الام. طيب، عندنا في الصورة اللي قدامنا اللي هي اللوحة الأم أو المذر بورد. طبعا هي درسنا قبل كده في أماكن اللي بتحط فيها الذاكرة اللي هي الجزء الأزرق اللي تحت ومكان البروسيسور، وشرحنا اللوحة الأم أو المذر بورد. طيب، بيقول ان هنا سرعة الناقل 100 ميجا هرتز، وفي الجنب في اليمين دي الرام. طيب، بيقول لك لو هي سرعتها 133 ميجا هرتز فما ينفعش، لان لازم يكون شريحة الذاكرة بنفس سرعة الناقل الموجود في اللوحة الام، وبالتالي لازم تكون سرعة الذاكرة 100 ميجا هرتز.